أهلا بكم. مع اقتراب مرور الذكرى 15 للاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، تنكأ الجراح وتسترجع ملفات دماء وخراب وقتل بالجملة للعراقيين، فاستبيح شعب العراق وتراثه ودمرت بناه التحتية بحجة جلب الديمقراطية وتحقيق أنموذج يحتذى به في المنطقة والعالم، كما ادعى الاحتلال الأمريكي في قاعدة شذت عن كل قواعد الدنيا، وهي: هل يجلب الاحتلال لبلد ما سوى الخراب والدمار والقتل؟ نتساءل في هذه الحلقة ونبحث عن الجذور التاريخية لمخطط تدمير العراق وتمزيق نسيجه الاجتماعي وقتل علمائه وتحطيم ماضيه وحاضره ومحاولات ذلك وتدمير مدنه. لماذا العراق بالذات اختير له هذا الدمار والخراب؟ فلا نهضة ولا زراعة ولا صناعة، وشعب منهوب أمواله وخيرات بلده والمواطن العراقي إما في مخيمات النزوح يقتله البرد والحر والجوع والعطش والمرض، أو ما بين غياهب القتل على الهوية أو التهجير إلى خارج هذا البلد المثقل بالديون والمهدد أرواح شعبه بالتصفية الطائفية أو مصادرة حقوقهم الإنسانية، ناهيك عن سرقة المليارات من ميزانياته على لسان السياسيين أنفسهم الذين يديرون البلد وباعترافهم. هذا غيض من فيض، فالولايات المتحدة تعلن مؤخرا أنها ليست بحاجة لتفويض جديد للبقاء في العراق. نتساءل في هذه الحلقة: ما الأسباب الخفية والمعلنة للاحتلال الأمريكي للعراق؟ وكيف كانت البيئة السياسية والاجتماعية آنذاك؟ وما الجذور التاريخية لمخطط احتلال وتدمير العراق؟ وكيف يمكن وصف العراق بعد مرور نحو 15 سنة عجاف من احتلاله؟ لماذا دمرت بناه التحتية وتم إغراقه بالديون بدل أن تحقق أو أن تتحقق الدعايات الأمريكية بازدهاره التي كانت تقولها آنذاك قبل احتلاله؟ كيف ينظر إلى المواقف الدولية قبل احتلال العراق وبعد وصوله إلى هذه المرحلة؟ نناقش ذلك مع ضيفي في الأستوديو الأستاذ وليد الزبيدي، الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ وليد. مرحبا، حياكم الله. وعبر سكايب أرحب بضيفي الدكتور غازي فيصل، الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك وحيا الله ضيفك الأستاذ وليد. أهلا بك دكتور غازي. وأيضا أرحب بالأستاذ فاروق يوسف، الكاتب السياسي، ينضم معنا من لندن. مرحبا بك أستاذ فاروق. أهلا بك عيوني. أهلا. إذن بعد فاصل قصير. أهلا بك أستاذ. بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام كونوا معنا. إذن نسلط الضوء في هذه الحلقة على احتلال العراق، أسبابه وتداعياته، ونحن نقترب من عقد ونصف العقد من احتلال العراق وتدميره وتدمير بناه بمجملها. يعني أبدأ معك أستاذ وليد الزبيدي، يعني كيف هو تصورك عن البيئة السياسية والاجتماعية قبل الاحتلال؟ يعني الاحتلال الأمريكي للعراق، يعني أولا تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام وللضيفين الكريمين الدكتور غازي فيصل والأستاذ فاروق يوسف. حياك الله أستاذ. يا مرحبا. الاحتلال بالتأكيد يعني مثل الغالبية العظمى من الاحتلالات في التاريخ لم يكن مفاجئا أو في لحظة معينة. بالتأكيد هناك مقدمات لكل احتلال، ولكن المقدمات التي حصلت في احتلال العراق ربما تكون يعني مختلفة عن كثير من الحروب والاحتلالات. يعني الحرب العالمية الأولى حصلت إثر يعني حادث معروف واندلعت الحرب، وأيضا كذلك في الحرب العالمية الثانية وما حصل في فيتنام وفلسطين. ولكن في العراق يعني أعتقد المشروع كان مشروع احتلال العراق مشروع كوني وليس يعني مقصود لهذه البقعة فقط، بل كان المشروع يفترض أنه ينطلق من هذه البقعة ويحقق أهداف كثيرة. تزامن بداية الحصار على العراق في عام 1990 مع انهيار المنظومة الثانية في القطبية الدولية وهي الاتحاد السوفيتي،
يعني بعد أن بدأ تفككه في نهاية الثمانينات وانهار في بداية عام 1991. إذن كان هناك مساران، مسار أمريكي بعد أن تفردت في تصيد العالم قطبية واحدة، وهناك كان عمل على نطاق واسع وتخطيط ليكون القرن الحادي والعشرين هو قرن أمريكي بامتياز. المسار الثاني كان أن ينهك العراق اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا أيضا على طريق الوصول إلى الذروة في يعني هذين المسارين. يكون المسار الأول تحققت كل مستلزمات السيطرة الأمريكية والهيمنة على العالم بعد أكثر من عقد من الحصار ومن انهيار الاتحاد السوفيتي، والأمر الثاني يكون العراق بسبب الحصار القاسي والظالم والإجرامي قد وصل إلى دولة منهكة وشعب منهك. طبعا دائما عند محاولات تجويع شعوبه أصلا جائعة لا تتأثر بنيته، ولكن العراق يعني بلد غني بثروات معروفة، عندما يحصل هذا النوع من الحصار القاسي الهدف منه يعني إضعاف مرتكزات اجتماعية كبيرة، إضافة إلى العمل الذي حصل ما يتعلق بالجيش العراقي. طبعا الجيش تعرض لضربات واسعة في تحالف 33 دولة في حرب 91، وبعد ذلك جاء الدور على الأمم المتحدة التي أخذت دور الواجهة لأمريكا لتدمير كل ما تبقى من أسلحة الجيش ومنشآته، معروف طبعا هذه لجان التفتيش التي مارست دور يعني لا يقل إجراما عن الضرب العسكري للعراق. فيعني كان يعني هذا النسق المتصاعد، هنا تدمير بنية وتكثيف الحصار وتهيئة أمريكا لكي تقود العالم. في الوقت نفسه طبعا كان هناك عمل إعلامي تقود قناة السي إن إن التي انطلقت في تلك الفترة، وكانت تبث القناة الفضائية الأولى في العالم، تبث الدعاية يعني المنمطة والدقيقة للقوة الأمريكية والقرن الأمريكي المقبل. هذه كل الأمور طبعا كانت لها أحداث ووقائع يمكن أن نأتي عليها لاحقا بعد إشراك الأساتذة الضيوف. أرحب بك مرة أخرى دكتور غازي فيصل، الباحث والمحلل السياسي. دكتور غازي فيصل، مشروع احتلال العراق مشروع كوني، يعني يراد لهذا البلد أن يكون منطلقا أمريكيا إلى المنطقة وإلى مناطق أخرى، يعني هناك مسار أمريكي مثل ما تحدث الأستاذ وليد الزبيدي ليكون هذا القرن أمريكيا، القرن الحادي والعشرين أمريكيا بامتياز. ولكن يعني الجذور التاريخية من وجهة نظرك لاحتلال العراق، بعد أن أطلعنا الأستاذ وليد على البيئة السياسية التي كانت آنذاك، هل من جذور تاريخية من وجهة نظرك يعني لاستهداف العراق؟ نعم مؤكد، وأنا أضيف على ما أشار إلى أستاذ وليد من مدخل جدا مهم حول الأحداث أو العلاقات الدولية وطبيعتها. في عام 90 بالضبط عندما بدأ الاتحاد السوفيتي يتفكك، أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تثبت أن القرن القادم أو بداية النظام الدولي، ما تتحدث عن النظام الدولي الجديد اللي أشار إلى جورج بوش الأب أكثر من 271 مرة في خطبه، وبعد 1901 مرة أو مرة أو مرتين في خطبه وانتهى الموضوع. نظرية النظام الدولي الجديد بمعنى النظام الدولي الذي يرتكز على القطبية الواحدة، أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب على العراق حتى في حال 1991 أن تثبت للعالم بأنها القوة الدولية العسكرية التي لا تنافسها أي قوة أخرى، وكذلك قوة اقتصادية
وتكنولوجية. أحب أشير في هذا المجال أيضا إلى خطأ فظيع ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية، واللي يعتبر في حينه واعتبره أغلب الفقهاء الأوروبيين في القانون الدولي، أن ما حصل عام 91 يعد انتهاك خطير للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، لأن القرارات الدولية التي صدرت عام 91 من مجلس الأمن الدولي والتي أجازت الحرب من أجل تحرير الكويت لم تجيز هذه القرارات شن حرب تدميرية على العراق. فبالتالي مجلس الأمن الدولي ميز بين تحرير الكويت وبين تدمير العراق. ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الحرب في بداية 91 17 كانون الأول كانت حرب تدميرية شاملة على البنية التحتية للعراق. نتذكر تماما هذه الحرب دمرت أكثر من 2 مليون منشأة مدنية عسكرية، بنية تحتية، مستشفى، جامع، كنيسة، مدرسة، أبنية صغيرة، أبنية كبيرة، 2 مليون منشأة مختلفة الاستخدامات والوظائف في العراق من الشمال وحتى الجنوب. وهذا يعد انتهاك صريح للقرارات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي بخصوص تحرير الكويت، لأنها قامت بتدمير العراق. اثنين، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة وبصورة واسعة النطاق اليورانيوم المنظف. ولحد اليوم أذكر أن اليورانيوم المنظف الذي لوث البيئة في جنوب العراق خصوصا البصرة يستمر ملايين السنين، ينقل الأمراض ويقتل البشر بصورة هادئة ومستمرة، ويلوث الزرع ويلوث الفضاء والأجواء وكل السرطانات اليوم اللي تتحدث عنها المستشفيات بمعدلات عالية سببها استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لليورانيوم المنظف والذي يعد من الأسلحة المحرمة دوليا. إذا هناك انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي في 91 تتعلق بتدمير البنية التحتية للعراق، وهذا ما لم تجيزه قرارات مجلس الأمن الدولي، استخدام اليورانيوم المنظف، أيضا ثلاثة الحصار. أتذكر أن التقيت برئيس دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الفرنسية، تحدث قال لي بعد الحرب بعد ما تم تدمير كل شيء فكرنا أن الموضوع انتهى والعراق سيبدأ حياته الطبيعية، لكن مع الأسف تفاجأنا بمشاريع لقرارات جديدة. عندما اطلعنا على رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت ما معناه تصفية أو تدمير العراق بصورة شاملة، وهذا ما حصل عبر قرارات الجائرة للحصار الاقتصادي والسياسي والثقافي والعلمي. استطاع العراق أن يعيد بناء نصف الأبنية والمؤسسات المدمرة خصوصا الكهرباء، الماء، البنية التحتية، لكن مع الأسف عادت الولايات المتحدة عام 2003 لتدمر ما بناها العراق بعد 91 بصورة بشعة وشاملة، وأيضا ما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحرب والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لأن إذا كان هناك إجازة معينة من مجلس الأمن الدولي في 91 ففي 2003 لا يوجد أي قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز هذه الحرب غير الشرعية إطلاقا. نعم. دكتور غازي، ابقى معي، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بك مرة أخرى أستاذ فاروق يوسف، الكاتب السياسي من لندن. أستاذ فاروق، يعني بلا شك هناك يعني مشروع احتلال للعراق هو مشروع كوني مثل ما وصفه الأستاذ وليد الزبيدي، وأيضا بحسب وصف الدكتور غازي فيصل إن ما حصل يعد انتهاك خطير للقانون الدولي. من وجهة نظرك يعني ومن خلال مراقبتك لتلك الفترة، يعني كيف تصف المواقف الدولية آنذاك؟ هو بالحقيقة مساء الخير أولا، وتحية لضيفيك الكريمين ولمشاهدي برنامجك. يعني احنا مبدئيا وبشكل مطلق الاحتلال ليست هناك يعني في مناقشة أسبابه، لأنه أعلق على ما قال الزميلان، ليست هناك أسباب تسوغ وقوع أو قبول أو القبول بالاحتلال. بناء على هذا لا يوجد احتلال عادل أو طيب أو مريح كما أشيع يوم حدث الاحتلال، وهو جزء من ثقافة الاحتلال الحقيقة.
وهذا يشمل كل الاحتلالات، احتلال فلسطين، احتلال الكويت، احتلال العراق. والبحث عن أسباب الاحتلال يجعلنا أقرب وإن بشكل مجازي من مسألة تخفيف الجانب الشرير منه. هذه النقطة بالحقيقة إذا 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 ردنا نذهب إلى المواقف الدولية اللي صار بالاحتلال، هناك تحول هائل بنيت عليه مواقف فيما بعد، تحول من المجتمع الدولي، من قصة مجلس الأمن، من القوانين الدولية. يعني بوش، جورج بوش الابن، سنة سيئة أعتقد أن العالم سيمشي عليها، سيمضي فيها. وبدليل ما حدث في أوكرانيا مثلا من قبل الاتحاد السوفيتي، من قبل روسيا. وبالنسبة للمواقف الدولية، الصمت هو أكبر من صوت الملايين اللي نزلت إلى الشوارع يومها معترضة ومحتجة على مشروع الاحتلال الأمريكي. لذلك مضى المشروع بسلاسة أنا أعتقد. دون وحتى هذه اللحظة، يعني الاعتراضات حتى في داخل بريطانيا مثلا، لما اتهم توني بلير بقصة انه خالف القانون البريطاني وخالف إرادة الشعب والنواب، أعتقد المسألة بقت على السطح وليست في العمق، لا تمس جوهر القصة القضية. كما يا أستاذ فاروق يوسف، لو سمحت أستاذ وليد الزبيدي، يعني الدوافع التي كانت الولايات المتحدة يعني تدفعها لكي تحتل العراق، هل كانت عقائدية دينية مثلما يصف البعض الكتاب؟ قالوا بأن هناك منطلقات كانوا حتى يسمون العراق بابل، والانطلاق من العراق مثلما وصفت أن القضية هي جعل العراق منطلق إلى للسيطرة على باقي دول المنطقة. هل هذه الأهداف ترى أنها تخرج عن إطار العقائدية أم أنها في ضمن العقائدية؟ وإذا يعني عدنا إلى اللوبي الأساسي الذي هندس الحرب على العراق هو المحافظون الجدد. والمحافظون الجدد يعني هؤلاء قوة يعني ظهرت يعني من قبل يعني من الثمانينات وقبل الثمانينات، ولكن في التسعينات بدأ خطابهم، هيمنتهم على وسائل الإعلام التي تؤثر في الرأي العام وتؤثر على أصحاب القرار في البيت الأبيض وفي الدوائر المهمة مثل CIA، وزارة الخارجية، البنتاغون، يتجه إلى محاولة شيطنة العراق بصورة عامة. إذا تذهب كما تفضلت حضرتك إلى عقيدة هؤلاء، هؤلاء لهم عقيدة راسخة بما يسمى عدائهم لبابل. وبابل معروف بأنه هذا الأمر يعني يرتبط باليهود بالضبط، وهذا تم العمل عليه من قبل الصهيونية. الحدث المسألة يعني تعود إلى 597 قبل الميلاد، عندما يعني كانت حروب طبعا بين الإمبراطوريات. نبوخذ نصر غزا دولة إسرائيل في فلسطين وأسر أعداد كبيرة، وهناك حصل صراع بين الفرس في ذلك الوقت وبابل، وكورش الثاني حرق بابل وأعاد اليهود. ومن ذلك الوقت هناك علاقة يعني في غاية القوة والمتانة بين إيران واليهود. ولهذا الشيء يذكر، روحاني في خطابه في الأمم المتحدة قبل أشهر قال كلمة ربما لم ينتبه إليها الكثيرون، وهو بقصد تعزيز العلاقات مع الغرب بصورة عامة ومع إسرائيل بصورة خاصة. قال بالنص: نحن أنقذنا الأمة اليهودية. يعني هذا الكلام، فبدون شك هذا الجانب موجود، ولكن هذا لا يظهر. تظهر سياسات وممارسات ظهرت هي تعزز هذا التوجه. يعني جورج بوش الابن
بحدود أظن 16 مرة ذكر في خطاباته بعد الاحتلال أننا ذهبنا إلى العراق لتأمين أو لحماية أمن إسرائيل، وهذا موجود في الأدبيات والخطابات الأمريكية والغربية. يعني مثلاً أشاعوا كثيراً أنهم ذهبوا للعراق لأخذ النفط، الحقيقة هو تغطية على الهدف الأساسي، كان مطلوب أنه العراق يدمر ويمزق ويشتت ويضعف. مطلوب من من؟ مطلوب من أصحاب القرار المحافظون الجدد. يعني مثلاً أبرز مهندسي الحرب على العراق هو بول وولفز. بول وولفز قبل الحرب عين نائب وزير الدفاع الأمريكي، وهو وضع خطط كثيرة لتفتيت العراق وتدميره. ولكن يعني بس إذا تسمح لي، يعني أنا أعتقد هناك جيل كامل لا يعرف المراحل التي حصلت في العراق قبل الحرب، فإذا مر بعض بالتأكيد الأمور. وهذه من الأمور المهمة طبعا. طبعا حصلت الحرب في شهر 1/91 كانون ثاني 1/91 على العراق، واستمرت تقريبا 40 يوم، وتم تدمير قصف يعني بالبارجات بالطائرات B-52 وبصواريخ توماهوك. بعد الحرب كان مفروض الحصار من شهر 8/1990، فرض الحصار. وعندما نقول حصار لا يعني أنه أغلقت فقط المنافذ الحدودية. العراق بلد اقتصاد ريعي، يعني ريعي بمعنى 98% من وارداتنا تأتي من مبيعات النفط. منع العراق من أن يبيع برميل واحد نفط، فليتخيل الناس أنه كيف بلد كان غني رأسا يمنع من راتبه، من رواتبه كلها انقطعت الناس، أقصد البلد. فمن يعني 90 شهر 8 إلى 96، يعني هاي 7 سنين تقريبا، يلا سمح للعراق أن يصدر جزء بسيط من نفطه حتى يستورد بعض الغذاء والدواء، وتصاعدت يعني شيء فشيء وظلت بهذه الحدود. وهناك لجنة خاصة في مجلس الأمن تمنع كل شيء تشك فيه أنه لا يقتل العراق، ما في مثلا جيل كان ما يعرف أنه منعوا على العراق استيراد قلم الرصاص مثلا يعني. فحصل هاي السنوات كلها أنه أشبه بالمعجزة أنه كيف استطاعت الحكومة في ذلك الوقت ليس لديها واردات، وبنت نظام اسم البطاقة التموينية الذي كان يعني بديل لكثير من احتياجات العائلة العراقية. هذا أمر. الأمر الثاني، في تلك الفترة كانت لجان التفتيش مستمرة في العراق وتدمر كل شيء، يعني لها يعني كامل الحرية بالتنقل. بعد ذلك حصل خلاف وانسحبت لجان التفتيش. المرور السريع، في شهر شباط 1998 وصل كوفي عنان إلى العراق واستطاع أن يعقد اتفاق مع الحكومة لإعادة لجان التفتيش وعاده. في هذه الأشهر 10 كانت لجان التفتيش أشبه بأنهم فضحت، يعني لا يوجد شيء لأن العراق كل شيء دمر به. فكان خطأ من الجانب العراقي ارتكب في أواخر 1998، حصلت مشادات وهم افتعلوها لجان التفتيش وخرجوا لجان التفتيش. أعلنت القيادة أنه لن يعودوا هؤلاء بعد الآن، لن يعودوا. تسببت في حرب منسية على العراق، حرب الثلاثة أيام والحرب المنسية اللي هي ثعلب الصحراء أواخر شهر 12/98، ثلاثة أيام طبعا قصف وتدمير، حرب بكامل مواصفاتها. استمر هذا الوضع، العراق منهك وحصار وحرب إعلامية طبعا، ولجان التفتيش في الخارج والحصار كما هو، إلى أن صدر القرار 1141 في 8/11/2002. وافق عليه العراق ورا 5 أيام 13/11، وعادت لجان التفتيش في 27/11 وباشرت تكمل تدمير الأسلحة. بالمناسبة هنا حصل أنه إلى أن تأكدوا لا يوجد شيء في العراق، قبل 3 أيام من بدء الغزو والحرب في شهر 20/3/2003
تم تدمير آخر صواريخ تسمى صمود 2 في منطقة معسكر التاجي، وهذه لم غير مشمولة بقرارات مجلس الأمن لأنه مداها 150 كيلو، ولكن الأمريكان أرادوا أن يتأكدوا لا توجد حتى صواريخ ممكن أنه تضرب قطعاتهم داخل العراق. فكان هذه الأجواء التي سبقت الحرب، يعني العراق هكذا حصار، تدمير أسلحة، حرب نفسية، محاولة تفكيك بنية المجتمع. نعم. وأيضا هذا يعني موضوع مهم، محاولات تفكيك بنية المجتمع، سنتحدث عن تداعيات الاحتلال ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى، نتضوء في هذه الحلقة على ذكرى احتلال العراق وأسباب الاحتلال وتداعياته على العراق. بالعودة إليك دكتور غازي فيصل، الباحث والمحلل السياسي. دكتور غازي، يعني بالتأكيد أن للاحتلال آثارا وخيمة على العراق وهناك تداعيات، ما هي تداعيات الأبرز من وجهة نظرك؟ نعم، التداعيات الخطيرة هي ابتداء عندما طرحت كونداليزا رايس اللي كانت مستشارة الأمن القومي الأمريكي ولاحقا وزيرة الخارجية نظرية الفوضى الخلاقة وإعادة بناء الشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير كما طرح كولن باول. كان هذا مشروع جدا واسع وبدأوا يتحدثون عن الإسلام المعتدل. أذكر بهذه المسألة، مسألة جدا مهمة، لكن كل هذا يشكل تخريب للمنظومات الاجتماعية والفكرية والثقافية في مجتمعاتنا. أذكر أيضا بريشارد بير اللي هو كان مستشار سياسي في البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية، عندما تحدث بكل صراحة ووضوح أن هدفنا الأساسي هو احتلال وتدمير العراق، وليس العراق لكن تغيير النظام السياسي في سوريا وفي مصر، عائلة حسني مبارك، وفي ليبيا أيضا القذافي، وهكذا. وحتى بدأ يتحدث عن التغيير في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج. كانت هناك طموحات كبيرة لهذه الإدارة اللي كان يقودها اليمين المسيحي المحافظ مع الأسف، وبالتالي هناك نوع من الأفكار اللاهوتية أو الخرافات. يعني جورج بوش الابن على سبيل المثال، الرئيس الأمريكي، تحدث أكثر من مرة أن الرب يتصل به والرب هو الذي بارك هذه الحرب وإلى آخره، من التفاصيل المضحكة فعلا. أعتقد أن هدف الحرب في النهاية بالأساس هو إعادة رسم الخارطة السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتحديد. كانت هناك أنظمة، على الرغم من الملاحظات التي لدينا حول طبيعة هذه الأنظمة السياسية في ليبيا، في سوريا، في العراق، في مصر أو غيرها، لكن الطريقة اللي تمت بها التغييرات السياسية عبر الربيع العربي في هذه الدول خصوصا سوريا و ليبيا وحتى مصر، هي ذهبت باتجاهات تدميرية فعلا. اليوم ليبيا مدمرة، تونس مهمشة، مصر تعاني من مشاكل اقتصادية وأمنية كبيرة، انتشرت ظاهرة الإرهاب بوجود الاحتلال الأمريكي. أذكر في مسألة أيضا جدا مهمة في نظرية الحرب على الإرهاب اللي أسست أو تأسست على أساسها عمليات احتلال العراق، نظرية الحرب على الإرهاب اللي طرحها أو الوقائية الحرب على الإرهاب اللي طرحها السيد جورج بوش، تعني أن نحول العراق إلى ساحة لمسرح العمليات لمواجهة الإرهاب. بمعنى أبسط، يكون العراق جغرافيا المجال اللي يجذب المنظمات الإرهابية من أجل مواجهة الإرهاب في العراق، وبالتالي نحمي الولايات المتحدة الأمريكية وأمن الولايات المتحدة الأمريكية من مهاجمة هذه المنظمات الإرهابية لأمريكا. هذا يعني في النهاية أن هذه الحرب على الإرهاب اللي صار هي دمار للاقتصاد
العراقي، دمار للمجتمع العراقي، تفتيت لهذا المجتمع. هناك كلف باهظة أخلاقية وأمنية وسياسية، وهذا ما حصل بالفعل. أيضا الاستراتيجية اللي وضعت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا كونداليزا رايس هي استراتيجية لتفتيت المجتمع عبر تعميق النزاعات أو عناصر التمييز المذهبي والعنصري بين الأقليات القومية أو بين المذاهب أو بين القوميات. ونلاحظ هذه المسألة ظهرت عندما بريمر أسس لمجلس الانتقالي، أسس على أساس طائفي. هذه مسألة خطيرة لم تكن موجودة في تاريخ العراق إطلاقا. وبالتالي بدأت تأسس أمريكا لنزاعات وصراعات ذات طبيعة طائفية عنصرية في داخل المجتمع العراقي، وبالتالي بدأت تدفع عبر تسليحها للصحوات أو فتح الحدود أمام المنظمات الإرهابية القاعدة أو غيرها اللي دخلت عن طريق الأراضي الإيرانية من أفغانستان أو آسيا الوسطى، حولت العراق إلى مسرح لعمليات عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المنظمات الإرهابية، وأيضا أسست للصحوات اللي دفعتها للتصادم مع المنظمات الإرهابية، ودفعت أيضا حتى منظمات شيعية للتصادم مع المنظمات السنية، وهكذا حولت العراق إلى مسرح لعمليات عسكرية مدمرة. اليوم الاقتصاد العراقي مدمر، المجتمع العراقي مدمر، الأمية تنتشر، الأمراض تنتشر، الجهل ينتشر، انعدام الأمن، انعدام الاستقرار، مشاكل كبيرة بين بغداد وبين أربيل، مشاكل كبيرة بين الأحزاب السياسية اليوم ظاهرة أكبر. كل ذلك بمجمله طبعا من تداعيات ما بعد الاحتلال. دكتور غازي فيصل، بالانتقال إليك أستاذ فاروق يوسف الكاتب السياسي من لندن، يعني هذا التدمير الذي حصل للعراق، التدمير في الاقتصاد، ثلث الشعب تحت خط الفقر بحسب التقارير، يعني ما جرى في العراق من صناعة الحروب الداخلية وجعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، كل ذلك من وجهة نظرك ما دور حكومات ما بعد الاحتلال في وصول العراق إلى هذه المرحلة؟ هي التي صنعت كل هذا، هي التي هيئت الأرضية، وهي التي وزعت العراقيين فرق القبائل ونشرت بينهم الفتنة ودفعتهم إلى تقديم سوء الظن وسوء الفهم والريبة بالآخر. منذ بدء الاحتلال كانت واحدة من أهم مفردات الاحتلال وثقافة الاحتلال أن ليس هناك شعب عراقي. الشعب العراقي كما ينص عليه الدستور هو مجموعة مكونات، بالمعنى اللي يرفع مسألة مبدأ المواطنة، يلغي مبدأ المواطنة ويرفع العتب عن الحكومة أن تعامل العراقيين كبشر متساويين أمام القانون. فالحكومات العراقية التي تم تأسيسها برعاية المحتل الأمريكي هي التي هي المسؤولة عن كل ما جرى. ثم الأحزاب الإسلامية المتنفذة وهي التي تحكم العراق الآن باسم التحالف أو حتى الكتل السنية المقابلة لا تملك مشروعا وطنيا لبناء بلد أو لإعادة الحياة لشعب على الإطلاق. المشروع اللي ما يسمى بين قوسين واللي نادى به نور المالكي المشروع الإسلامي معروفة مفرداته بالأساس، وهو مشروع ديني غيبي دنيويا يعتمد على مفردات بسيطة جدا اللي هي محاربة حرية المرأة والحداثة، الحياة الحديثة والحياة المعاصرة. أستاذ فاروق بقى معي، سأعود للأستاذ وليد الزبيدي. أستاذ وليد، أول من وصف المقاومة في العراق بأنها أسرع مقاومة في التاريخ هو حضرتك طبعا بعد الاحتلال عام 2003. كيف تصف دور المقاومة في جعل الاحتلال تحت المطرقة واضطراره للانسحاب عام 2011؟
وفي الواقع يجب أن نعترف هو الفضل الأول للذين قاوموا. يعني نحن جئنا في وقت متأخر وصفنا فعل متقدم يعني في التوقيت وفي التاريخ وفي الشجاعة وفي ظرف دولي وعراقي خطير جدا. ف يعني يجب أن نقدم المقاومة على الذي يتحدث عن المقاومة. نعم، بحسب وصفكم أنها أسرع مقاومة في التاريخ. نعم. هذا حصل لأنه الحقيقة هو ليس فقط أسرع مقاومة في التاريخ، ربما الحديث يعني قد يكون السابق، يعني أنا غير مطلع، ولكن على احتلالات مشهورة يعني حصلت، يعني الاحتلال الفرنسي للجزائر اللي حصل من 1830 حتى انطلاق المقاومة الجزائرية في 11-1954، والاحتلال الألماني لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، والاحتلال الأمريكي لفيتنام، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. يعني هذه الاحتلالات يعني مثلا في الجزائر تأخرت 130 سنة، في فرنسا وهي كانت إمبراطورية يعني كبيرة من احتلهم الألمان تأخر 15 شهر تقريبا يلا بدأت أول مقاومة. في فلسطين من 48 تأسست منظمة التحرير الفلسطينية منتصف الستينات القرن الماضي. القصد من هذا أنه عندما تأتي أمريكا بكل قوتها على بلد منهك ويعني يتعرض للذي تحدثنا عنه عسكريا وأمنيا واقتصاديا وبقوة عملاقة والصدمة والترويع وكل ما جاء معه، وتأتي قوة وتحتل العراق خلال 3 أسابيع يعني من 20/3/2003، يعني سيطروا على بغداد في 9/4/2003. بعد كل هذا القوة أن يأتي شباب ويكون دخول بغداد والسيطرة في 9/4 وفي 10/4 يخرجون مقاومين شجعان في بغداد ويقتلون 2 أمريكان وجرحى 12 واحد بهجمات في أول يوم، وأول يوم كان الاحتلال 10/4. فبالتأكيد هذه يعني هي ليست فقط كلام وصفي أنه أسرع مقاومة في التاريخ، بل هي جاءت كأسرع مقاومة في أخطر ظرف. ومن ثم هذه المقاومة ما حصلت والله فقط فعل واحد وتلاشت، على العكس من هذا. يعني عندما يقتل المقاومون في العراق 22 أمريكي في شهر في 20 يوم من 10/4 إلى 30/4/2003، هذا أنا أعتبره حدث جلل حقيقة. وبعد ذلك تصاعدت عمليات المقاومة، وبالمناسبة في شهر 7/2006 وصل فريق بيكر هاملتون المعروف اللي أرسلته الإدارة الأمريكية يعني تقييم الوضع في العراق، كان وضع القوات الأمريكية في حال قلق وخوف، وبوش يعني أقر يعني قال نحن كنا على وشك الهزيمة لولا الصحوات التي ساعدتهم في هذا الأمر. تقرير بيكر هاملتون اللي صدر 9/12/2006 من ضمن فقراته يقول تتعرض القوات الأمريكية في اليوم الواحد إلى معدل 1200 هجوم. وطبعا هذا الكثير من الناس بالبداية ما كانوا يعرفون به، لأنه الإعلام كله ضد المقاومة، يعني كل وسائل الإعلام بالمطلق، وليس هناك إعلام مع المقاومة، لكن هناك إرادة وهناك إصرار وهناك الحمد لله قدرة على هزيمة هذا الاحتلال الذي أسميه ويسميه العالم احتلال عملاق. يعني عندما احتل العراق بثلاث أسابيع كان طبيعي أنه يحتل، يعني وكان طبيعي أنه في تقدير كل المراقبين والخبراء أن لا تثار إطلاقة واحدة على هذه القوة التي جاءت و يعني مثل ما يقولون هدت هذا الشعب بهذه الحكومة والمؤسسات. لكن عندما ظهرت المقاومة وانتشرت انتشار أفقي بشكل كبير جدا وخلال أشهر قصيرة، القائد الأمريكي أنتون زيني في شهر 7/2003 صرح تصريح ربما لا تذكره الكثيرون، قال تتعرض قواتنا يوميا إلى 25 هجوم، وكان هذا اعتراف جنرال أمريكي. ما يعني أتحدث به يعني هذه المعلومات، هذه مصادرها كلها البنتاغون، يعني هذه بيانات البنتاغون، يعني ليس أحاديث جانبية أو مصادر مقاومة. والمعلومات التي لدينا وليست موثقة ببيانات
أن خسائر الأمريكان في تلك الفترة كانت أكثر، ولكن حتى نكون موضوعيين نذهب إلى المصادر الأمريكية وبيانات رسمية صدرت من البنتاغون. فموضوع أسرع مقاومة هذا سيتفاعل المصطلح وسيدرس اجتماعيا وسيدرس أخلاقيا ووطنيا. وبالمناسبة يعني بهذا أيضا حضرتك تقول هذا الكلام، يعني لحد الآن ظهر بحدود 1000 فيلم في الغرب وتحديدا في هوليوود، الكثير منها روائية تتحدث عن قتل الجنود الأمريكيين وعن الخوف والهلع الذي أصابهم. ما الذي لماذا هذا الخوف والهلع والحالات الانتحار والإدمان الآن؟ بسبب ضربات المقاومة، فهو ليس فقط أسرع وإنما أكثر تأثيرا. وليس هناك حديث الآن في المتغيرات في العالم لدى المفكرين والكتاب في الغرب إلا ويذكروا ما حصل في العراق وهزيمة الأمريكان، لكن أغلبهم لا يقولون من الذي هزمهم. نعم، الذي هزمهم رجال المقاومة. دكتور غازي فيصل، يعني مخطط التغيير الديموغرافي إلى أي مدى حقق أهدافه من وجهة نظرك؟ البعض يقول بأن من ضمن المشروع الأمريكي في العراق هو تحقيق مخطط التغيير الديموغرافي، إذا كان ذلك صحيحا إلى أي مدى تحقق من وجهة نظرك؟ نعم، هو لا توجد إحصائيات رسمية أو أرقام ممكن الوثوق بها حول هذا الموضوع، لكن أذكر أن 63 مليون مهجر ولاجئ في العالم وفق إعلان المفوضية السامية لحقوق للاجئين في الأمم المتحدة ربعهم من العراق وسوريا. هذه الحروب الدموية التي استمرت من 2003 لليوم دفعت الكثير من المدنيين، الأطفال، الشباب، الشيوخ، أما للنزوح داخل العراق واللي بلغ عددهم أكثر من 5,200,000، أو للهجرة نحو الخارج واللي يقدر عددهم حوالي 4 ملايين. إذا هذه الأعداد الهائلة تركت فراغات في داخل المدن، أدى مع الأسف إلى دخول ممكن أغراب من إيران أو من آسيا الوسطى خلال الزيارات أو خلال المشاركة في ميليشيات للقتال في سوريا أو في العراق، وبالتالي لإسكانهم في هذه المناطق هنا وهناك. إذا بفعل العنف والحرب حصل تغيير ديموغرافي، وهناك أيضا مناطق يعني حسب المعلومات التي تصل إلينا في بعض المناطق السنية إشغالها بمدن لإسكان المذاهب الأخرى. نعم دكتور، تم تدمير مدن بأكملها بسبب سياسات حكومية، من وجهة نظرك يعني إلى أي مدى ذلك واقع ضمن خطة التغيير الديموغرافي التي جاء بها المحتل الأمريكي؟ نعم، التغيير الديموغرافي يعني على سبيل المثال اليوم مدينة الموصل، فعل هذا الدمار الشامل، العنف، هناك مدرسة إيرانية في بعشيقة، هناك مدارس، هناك مراكز ثقافية، هناك صور مثلا الخميني أو خامنئي، كل هذا يعني نوع من أنواع الاستبداد أو الإكراه أو التأثير الأيديولوجي على مجتمعاتنا. طبعا أنا أعتقد من وجهة نظر شخصية لا يمكن أن نغير مذاهب الناس بالقوة، القوة بالعكس تخلق ردود فعل مختلفة في مجتمعاتنا، لكن ليس لدي معلومات في الواقع عن تغيير عبر الإكراه للمذهب أو عن تغيير عبر الإحلال يعني مجتمعات بشرية من مذاهب أخرى في مناطق سنية على سبيل المثال. لا توجد أرقام أو وثائق تعززها المنظمات الدولية، لكن هناك معلومات نتمنى من المنظمات المجتمع المدني في العراق، من الأحزاب المدنية، أن تمنع أي تغيير ديموغرافي. وإحنا نعرف تماما أن في العراق عبر إحصائيات أو نفوس 57 و67 و77 وغيرها هناك تحديد لطبيعة السكان في هذه المناطق المختلفة، وبالتالي حتى لو حصلت تجاوزات بالإمكان إعادة الأمور إلى نصابها. نعم نعم.
أستاذ فاروق يوسف، يعني الآن نحن أمام واقع يقول بأن العراق يعني مدمر بالكامل، بناه تحتية مدمرة، هناك ملايين النازحين وهناك الملايين من المهجرين وهناك القتلى والمعتقلين والأرقام تترى. يعني هنا هل ثمة حلول لوضع حد لمأساة العراق؟ يعني الحل بيد من؟ لو 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 أقمنا معايير على الواقع الحالي فأعتقد أن اليأس هو الجواب، جواب الأكيد. ليست لدى سياسي بغداد أي حلول لأي مشكلات، لأنهم لا يشعرون بأن هذه مشكلات، فهذه كل المشكلات من صنعهم، هم الذين تولوا التخطيط لها وهم الذين قاموا بها، وبدءا من عمليات إبادة السكان المحليين إلى تدمير المدن إلى دخول داعش إلى هزيمة الجيش. يعني كل المشكلات، إلى طبعا قصة الإفلاس وحكاية الثروات المنهوبة وكيفية توزيعها بين أفراد حزب الدعوة وبقية الأحزاب الإسلامية. فإذا بقي الحال على ما هو عليه لا حلول للعراق سوى ما يمكن أن نسميه بانتفاضة شعبية هائلة تعم جميع المحافظات. وإذا كان التمرد السني قد قضي عليه بهذه الطريقة بحجة الداعش إلى الموصل وبذريعة الإرهاب تم تدمير المدن ذات الغالبية السنية، فأعتقد أن العراق كله سينتفض ضد السياسات الحالية، والأسباب ليست سياسية. نعم، بالعودة إليك أخيرا أستاذ وليد الزبيدي، يعني بعد احتلال العراق وتدميره ما تصورك للمرحلة المقبلة؟ في الواقع يعني دائما تحليل أي قضية برؤية استشرافية مستقبلية تعتمد على عدة عوامل. أولا يعني كيف يكون اتفاق أو اختلاف المجتمع الدولي حول قضايا دولية ومن ضمنها هذه المسألة. ثانيا الموقف الإقليمي وكيف ينظر إليه، والموقف الداخلي وما هي عناصر القوة والضعف في الموقف الداخلي. إذا يعني ذهبت إلى ثلاث مستويات هذه تجد هناك غموض وتداخل وضبابية في المجتمع الدولي على الأقل السنوات الثلاث الماضية. يعني ترى اليوم تحالفات وغدا تناقضات وخلافات وبعد ذلك اتفاقات وخلافات، فلهذا يعني لا تستطيع أن تعول على المجتمع الدولي، وبالتأكيد له تأثيرات وسقاطات على أي قضية محلية أو قضية إقليمية. الإقليم أيضا أنا أعتقد يعيش في حالة من القلق والفوضى والارتباك والخلافات، أين تذهب أيضا صعب واحد يستشرف. من العراقيين أن يغيروا من واقعهم، يعني عندما تختلط المفاهيم لدى الولايات المتحدة وهي من تقوم بخلط الأوراق وجعل من يقاومها تحت مسمى الإرهاب، ويعني إسكات أي صوت مناهض سواء لها أو للحكومات التي قامت بتنصيبها. يعني هل من حل بيد العراقيين مثلما اتخذت المقاومة ذلك القرار الذي يسمى ربما بأنه فطري تجاه أي محتل لأي أرض؟ وبالتأكيد، ولكن يعني أنا أتفق مع الأستاذ فاروق يوسف أن الظرف في العراق الآن، يعني إذا نأخذ حقائق ويعني معطيات، أنا أعتقد نسبة الغضب وعدم الرضا في الحقيقة يتجاوز 98% على الطبقة الحاكمة ومن كل مستويات الشعب العراقي، يعني بدون استثناء لا مدينة ولا طائفة ولا عرق. وهذا بالتأكيد عدم الرضا الذي يصعد إلى النقمة ويصعد حتى الكراهية المستوى الأعلى، أعتقد لم يحصل في بلد كما يحصل الآن. الناس كيف تنظر؟ لكن أن يجاملوا، أن يذهبوا إلى الانتخابات وهم يرتكبوا خطأ كبير في الذهاب هذه المجاملة، أعتقد هذه يعني ربما يحصل حدث معين، حدث كاشف. يعني أزمة الكهرباء في الناصرية والبصرة في 2010 فجرت مظاهرات كبيرة، الآن أكثر من تلك الأحداث أضعاف مضاعفة الضغوطات والفقر والجوع
والكراهية أيضا للطبقة السياسية بأجملها، يعني ليس هناك استثناء. أنا أعتقد أن يعني قد تكون هناك ثورة شعبية يجب أن تكون شاملة وعارمة من كل. شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ وليد الزبيدي ضيفي في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي، وشكرا لك دكتور غازي فيصل الباحث والمحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب، والشكر موصول لك أيضا أستاذ فاروق يوسف الكاتب السياسي كنت معنا عبر الهاتف من لندن. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وإلى اللقاء.